الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب ان الائمه هم اركان الارض من كتاب الكافي الشريف. في هذا الباب الكوليني رضوان الله تعالى عليه جمع عدة أحاديث تتضمن أنهم أركان الأرض بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل نظام هذا الكون يرتبط بهم بجعل من الله سبحانه وتعالى كما سنبينه تفصيلا في شرح أحاديث هذا الباب. الحديث الأول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال ما جاء به علي أخذ به، وما نهى عنه انتهي عنه. جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله، ولمحمد الفضل على جميع ما خلق الله عز وجل، إلى آخر الحديث الشريف. الله سبحانه وتعالى في القران يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هنا اولي الامر لا يراد بهم الحكام لان الكثير من الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين هم فسقه وامرهم ونهيهم في كثير من الاحيان يتعارض مع امر الله ومع نهيه الله ينهى عن شيء هم يامرون به الله يامر بشيء هم ينهون عنه فلا يعقل ان يامر الله سبحانه وتعالى باطاعه شخص في معصيته والا صار تناقض في الايه والقران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا الحاكم يأمر بمعصية الله، هنا هل يجب علي أن أطيع الله أو أطيع هذا الحاكم؟ إذا أطعت الله فقد عصيت الحاكم، وإذا أطعت الحاكم فقد عصيت الله، فلا يعقل أن الله سبحانه وتعالى في آية يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويريد بأولي الأمر الحكام. الذين قد يأمرون بخلاف ما امر الله سبحانه وتعالى. فإذا المقصود باولي الامر في هذه الآية المعصومون. الذين لا يخالف كلامهم كلام الله سبحانه وتعالى، لا بمعصية ولا بخطأ. زين من هم هؤلاء المعصومون؟ اتفقت الأمة من الشيعة وغيرهم على ان ابا بكر وعمر وعثمان وسلاطين بني اميه وسلاطين بني العباس ليسوا بمعصومين. ماكو واحد في الامه يعتقد بعصمه هؤلاء. فالاجماع يدل على انهم ليسوا بمعصومين فهذه الايه لا تشملهم. زين هل الايه لا معنى لها؟ هذا لا يعقل ان الله سبحانه وتعالى يامر بشيء. لا موضوع له. فإذا هناك معصومون في هذه الأمة. من هم هؤلاء المعصومون؟ ماكو ادعاء العصمة في المسلمين إلا للأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا هناك أدلة على عصمتهم لكن هذا أن الآية لا تكون لغوًا، القرآن ليس بباطل. أيضا يدل على وجود معصومين ولا ادعاء لعصمة غير الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فاذا كانوا معصومين تجب اطاعتهم اذا امروا وجبت اطاعتهم في كل شيء لان امرهم لا يخالف امر الله اصلا لانهم معصومون لا يعصون ولا يخطئون ونهيهم لا يخالف نهي الله سبحانه وتعالى لانهم معصومون فإذا كما وجبت اطاعة الرسول في امره ونهيه، تجب اطاعة الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في امره ونهيه. ففي هذا الأمر اشترك الرسول مع أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام. طبعا الاشتراك في فضيلة وفي حكم ليس بمعنى التساوي في الفضل، كلا، فرسول الله محمد صلى الله عليه واله أفضل من جميع الخلق، صحيح كما تجب إطاعة الرسول، تجب إطاعة أولي الأمر وهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لكن اشتراكهم في وجوب إطاعتهم لا يعني أنهم في الفضل سواء، كلا رسول الله افضل من الائمه عليهم الصلاه والسلام وامير المؤمنين عليه السلام افضل من الائمه الذين هم من ابنائه والامام الحسن افضل من الامام الحسين ومن سائر الائمه والامام الحسين افضل من سائر الائمه هذا محل اتفاق الشيعة بان رسول الله هو الافضل على الاطلاق ثم امير المؤمنين ثم الامام الحسن ثم الامام الحسين واما بعد ذلك يعني من الامام زين العابدين الى الامام المهدي من هو الافضل منهم ابن شهر اشوب في المناقب يدعي او ينقل الاتفاق على تساويهم في الفضل يعني من الإمام زين العابدين إلى الإمام المهدي، هؤلاء الأئمة متساوون في الفضل. طبعاً هناك آراء أخرى سنذكرها لاحقاً إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. زين. هل الأئمة هم أفضل من الأنبياء باستثناء جدهم الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ نعم، يدل على ذلك الأدلة الروائية. لأن الأئمة يعني من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي أفضل من جميع الأنبياء باستثناء الرسول محمد صلى الله عليه وآله فجدهم رسول الله أفضل من جميع الأئمة لكن الأئمة فضلهم بعد فضل الرسول وهم أفضل من جميع الأنبياء زين حول بعض الأنبياء توجد آية في القرآن وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ الجواب تفضيلهم على العالم الذي كان في زمانهم كما ان الله سبحانه وتعالى حول بني اسرائيل يقول واني فضلتكم على العالمين هل بنو اسرائيل افضل من الامه الاسلاميه كلا الامه الاسلاميه كنتم خير امه اخرجت للناس الامه الاسلاميه افضل من بني اسرائيل فكيف الله سبحانه وتعالى في القران حول بني اسرائيل يقول واني فضلتكم على العالمين، الجواب على العالمين في زمانهم في الزمان الذي كانوا يعيشون فيه في زمان موسى في زمان هارون في زمان انبيائهم الناس الذين كانوا على وجه البسيطه الله فضل بني اسرائيل على اولئك الناس كذلك الله سبحانه وتعالى فضل الانبياء في زمانهم فكل نبي هو افضل من أهل زمانه من الناس التابعين له لأنه لا يعقل أن يجعل الأفضل متبوعا الأفضل تابعا إذا كان هناك واحد أفضل فبمقتضى العقل هو الذي يكون المتبوع لا أنه يكون التابع فعلى كل حال أطيع الله وأطيع الرسول وأولو الأمر منكم اشتراك أولي الأمر وهم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حسراً مع رسول الله في وجوب اطاعتهم هذا ليس بمعنى انهم في الفضل سواء معه بل هو افضل منهم ومن جميع الخلق فإذا اذا واحد اجا خالف امر الامام علي بن ابي طالب خالف نهيه هذا قد خالف رسول الله صلى الله عليه وآله إذا الرسول يقول حربك حربي وسلمك سلمي كما وجبت إطاعة الرسول وجبت إطاعة الإمام علي فإذا واحد عصى أمير المؤمنين خالف هذه الآية وخالف أمر الرسول حيث قال فاستمعوا له وأطيعوا في يوم الغدير وغير يوم الغدير زين إذا خالف أمير المؤمنين فقد خالف رسول الله. وإذا خالف الرسول فقد خالف الله، لأن الله أمر بإطاعة الرسول. فإذا خالف الرسول فقد خالف هذا الأمر الإلهي، وهو في حد الشرك بالله. يعني الإنسان يرى نفسه أولى بالاتباع من الرسول صلى الله عليه وآله. قال رسول الله وأقول هكذا كان يقول أحدهم يقول هذا الكلام الرسول يقول أنا غير أقول هذا في حد الشرك بالله لأن الإنسان يجعل لنفسه ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى له فكما أن حق الطاعة هي لله هذا الإنسان يجعل لنفسه ما هو لله والشرك شنو معناه؟ الشرك معناه أنه الشيء الخاص بالله أنت تجعله لغير الله هسه قد يكون شرك في العبودية وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة يعني يعتبر الصنم شريكا لله والعياذ بالله الشرك في العبودية وقد تكون الشرك في الطاعة فهذا لا يخرج عن الملة لا يحكم عليه بالكفر لكن ارتكب كبيرة من الكبائر كالمرائي اذا في بعض الاحاديث يعبر عن الرياء بالشرك الخفي، لان المرائي هذا العمل اشرك فيه بين الله وبين الخلق، يعني يصلي هذه الصلاه لله، امتثالا لامر الله ويريد الناس هم يشوفه حتى يصير له سمعه، والناس يعجبون به، فاشرك الناس بالله، يعني هذه الصلاه جعلها للناس ولله، فاشرك. والله سبحانه وتعالى يرفض العمل الذي فيه الشرك في الطاعه اذا اذا الله سبحانه وتعالى له حق الطاعه والله امر باطاعه الرسول فاذا انت اطعت الرسول فقد اطعت الله كما قال من يطع الرسول فقد اطاع الله والله ورسوله امر باطاعه علي بن ابي طالب فاسمعوا له وأطيعوا في حديث الدار وفي غيره من الأحاديث المعروفة والمواقف المختلفة فإذا إذا واحد يقول لا الله يقول أطيع علي بن أبي طالب أنا أقول لا أطيع فلان فقد أشرك بالله يعني جعل نفسه له من حق التشريع كما أن لله حق التشريع كما أن لله حق التشريع يعتبر لنفسه ذلك فهذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى قد يكون شركا خفيا وقد يتعدى الى الشرك الجلي. هذا المقطع الاول من هذا الحديث الشريف عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما جاء به علي اخذ به لان امير المؤمنين لا يقول من نفسه وانما كما قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. الرسول علمه كل شيء كما ان الله علم الرسول الرسول علم جميع تلك العلوم للامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. فلذلك وهو معصوم لا يخطئ فكل ما قاله يؤخذ به. ما جاء به علي أخذ به يعني ما أمر به المقصود وما نهى عنه انتهي عنه إذا نهى عن شيء يجب عليك أن تنتهي عنه خلاص هذا حرام لماذا يقول جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم طبعا هذه الآية دقيقة إطاعة الله بشكل منفصل إطاعة الرسول وأولي الأمر يعني الأئمة أيضا ذكرت ذكر بلفظ ثاني أطيعوا الله هذه إطاعة بالذات وجوبها وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر لأن الله أمر بطاعتهم يعني لماذا نحن يجب علينا ان نطيع رسول الله محمدا صلى الله عليه واله، وان نطيع امير المؤمنين عليا عليه السلام، لان الله امر بطاعتهم. فاطاعه الله وجوبها وجوب ذاتي، اما اطاعه الرسول واطاعه الائمه وجوب بجعل من الله سبحانه وتعالى. زين، هل الاشتراك في الفضيله او في فضيلة من الفضائل يدل على التساوي في الفضل؟ الامام يقول لا ولمحمد صلى الله عليه واله الفضل على جميع ما خلق الله عز وجل. على جميع ما خلق الله عز وجل. يعني من سائر الناس من الاولين الى الاخرين. من الملائكه، من الروح، اي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. فلذا رسول الله محمد افضل من جميع الانبياء. طبعا عكس ما في بعض روايات غير الشيعه، مثلا في البخاري هناك روايات او روايه تدل عندهم على ان يونس افضل من محمد صلى الله عليه واله، وان موسى افضل من محمد صلى الله عليه واله، وهذه الروايات عندنا غير مقبوله، بل دلت روايات كثيره هذه الروايه وغيرها. على ان محمدا صلى الله عليه واله افضل الانبياء جميعا. المعتزلة وهم طائفة من العامة هؤلاء ينقل عنهم بانهم يقولون بان الملائكة كلهم افضل من البشر جميعهم يعني اصغر واحد من الملائكة مثلا الملائكة المكلفون بالكتابة مثلا، كتابة الحسنات، كتابة السيئات، الرقيب العتيد كذا، هؤلاء أفضل من جميع البشر بما فيهم الأنبياء، وهذا الكلام أيضا كلام غير صحيح، بل الأنبياء أفضل من الملائكة، حتى من الملائكة المقربين. نعم الملائكة المقربون مثل جبرائيل، مثل عزرائيل، اسرافيل، ميكائيل، الملائكة الذين يحملون العرش، هؤلاء أفضل من كثير من المؤمنين، لكن قد يكون هناك مؤمنون أفضل من هؤلاء الملائكة أيضا، المؤمنون الذين وصلوا إلى درجة عالية جدا من القرب إلى الله. سبحانه وتعالى. فكلام المعتزلة بأن الملائكة أفضل من الأنبياء هذا ليس بصحيح، بل الأنبياء هم أفضل من الملائكة. طبعا هم عندهم استدلالات ببعض الآيات القرآنية التي لا تدل على كلامهم فحسب بل تدل على خلاف مقصودهم. ولمحمد صلى الله عليه واله الفضل على جميع من خلق الله عز وجل. زين. اذا واحد يجي يرد على امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. امير المؤمنين يامر بشيء، هذا يرد عليه. هذا قد رد على الرسول، قد رد على الله، في حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. الخوارج مثلا. ردوا على امير المؤمنين. معركة صفين قامت مع ان جيش معاوية كان ضعف جيش امير المؤمنين حسب ما يظهر من كلام ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة في شرح نهج البلاغة ولكن الخطط الحربية الصحيحة لامير المؤمنين سببت أن جيش الإمام عليه الصلاة والسلام كاد أن يغلب على جيش معاوية فهنا جاءت خدعة عمرو بن العاص برفع المصاحف على الرماح والدعوة إلى حكم القرآن الكريم فتمرد مجموعة من جيش أمير المؤمنين في بعض الكتب التاريخية عشرين ألف واحد جردوا سيوفهم أنه أجب إلى حكمهم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إنها خدعة، ذول لو كانوا يريدون يحكمون الكتاب يحكمون القرآن من يوم الأول قبل أن تبدأ الحرب، كانوا يقبلون دعوتنا إلى حكم الكتاب، لا هم كانوا يرون أن عددهم أكثر، عدتهم أكثر، فجاءوا ليقضوا علينا. لكن في الحرب بعد مرور أيام لما بان الانكسار عليهم هسا الآن يدورون خدعة هؤلاء لا يريدون أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء خرجوا على أمير المؤمنين إما أن تستجيب لهم أو نقتلك إذا عشرين ألف واحد حول أمير المؤمنين يجردون سلاحهم وإذا أرادوا أن يقتلوه ويهجمون عليه كانوا يقدرون يقتلوه صحيح أمير المؤمنين هو أشجع الشجعان بعد الرسول صلى الله عليه وآله لكنه من حيث التركيبة الجسدية بشر ولم يكن هناك بناء للمعجزة يعني إذا كان بناء المعجزة بإشارة واحدة الله سبحانه وتعالى كان يبيد الأعداء ما كان بناء أن يكون هناك معجزة كان بناء أن الأمور تصير طبق القوانين الطبيعية كما حدث في معركة أحد في معركة أحد المشركون كانوا ثلاثة آلاف شخص فحينما انهزم المسلمون بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقي قليل يدافع عن الرسول الأكثر انهزم فلما انهزموا الله سبحانه وتعالى بين القضية في سورة آل عمران بشكل مفصل فلما انهزموا لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه واله الا علي بن ابي طالب والقليل بعض هؤلاء القليل قتلوا وامير المؤمنين ظل مدافعا لكنه جرح تسعين جرح في جسده الشريف زين آلاف ولساعات مثلا أو أقل من ساعات لعله إذا كانت المعركة تستمر إلى ساعات أكثر كان يقتل أيضا لأنه ما كان بناء للمعجزة زين في يوم معركة صفين عشرين ألف واحد جردوا سيفهم يريدون أن يقتلوا أمير المؤمنين إلا أن تستجيب إلى طلب معاوية وجيش الشام لو ما كان يستجيب لهم كانوا يقتلوه فالإمام عليه الصلاة والسلام اضطر إلى أن يستجيب لهم زين خالفوا امير المؤمنين وخربوا النصر لانه النصر بوادره لاحت بحيث انه يروي ايضا ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه ان معاويه بن ابي سفيان ركب على فرسه ووضع رجله في الركاب لينهزم خلاص يعني شاف القضيه انتهت فلما راى الاضطراب والاختلاف في جيشه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال خل ننتظر وصارت قضية التحكيم وأدت إلى ما أدت إليه ما هو معروف زين خالفوا أمير المؤمنين هؤلاء في الواقع كأنهم خالفوا رسول الله كأنهم خالفوا الله سبحانه وتعالى لأن أمره أمر الرسول وأمر الرسول هو أمر الله سبحانه وتعالى وبعد معركة صفين أيضا كثرت مخالفتهم لأنهم تجرؤوا أكثر فكانوا يخالفون ويخالفون ويخالفون ولحد الآن أيضا الكثير من الناس يخالفون هؤلاء يخالفون الله يخالفون الرسول المتعقب عليه يعني على أمير المؤمنين في شيء من أحكامه لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خطب كثيرا لهداية الناس ولأنه كان الحاكم كانوا يرجعون إليه في مسائل الحكم، في مسائل القضاء، في مسائل المعاملات، فانتشر هذا العلم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، على الرغم أن بعد ذلك الأمويون حاولوا طمس هذه العلوم، وقتل حملة هذه العلوم، فخاف الناس من روايتها، وضاع كثير منها. لكن الكثير ايضا وصلنا المتعقب عليه يعني الطاعن على الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام يطعن عليه او الذي يبحث عن عثره مزعومه لكي يسيطر يسلط الاضواء عليها انه انظر الى هذا الامر مثلا طبعا لا يوجد اي نقص واي عثره لكن واحد يريد يختلق عثره او يحول فضيله الى رذيله مثلا المتعقب عليه يعني الطاعن فيه او بمعنى الذي يخالف حكمه الايه الشريفه تقول لا معقب لحكمه بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى يعني تكوينا لا احد يتمكن من ان يخالف حكم الله التكويني وكذلك لا احد يتمكن من تغيير حكم الله التشريعي. صحيح واحد يقدر انه يخالف حكم الله يخالف عملا، لكن يقدر يغير حكم الله؟ لا. هل يتمكن من تغيير حكم الله التشريعي؟ لا. هل يتمكن من مخالفه احكام الله التكوينيه؟ كلا. بالنسبه الى الاحكام التكوينيه هناك جبر. اما بالنسبه الى الاحكام الشرعيه تلتزم بها لو ما تلتزم بها اختيار هذا من معاني لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين لكن الانسان يقدر يغير حكم الله يغير حكم الله يقدر يبدل كلام الله كلا لا يتمكن من فعل ذلك المتعقب عليه في شيء من احكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله مثل الان اكو بعض الناس يجون يردون القران يردون كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا سابقا كانوا اكثر لكن لما فشلوا غيروا الاسلوب، يقول احنا نقبل القرآن لكن يأولون تأويل باطل، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. والرد عليه يعني الذي يرد احكام امير المؤمنين يقول قال علي بن ابي طالب كذا ويقول ثم لا اقبل هذا الحكم والرد عليه في صغيره او كبيره يعني في مساله صغيره او في مساله كبيره ماكو فرق لان الرد رد سواء كان مساله صغيره كحكم مستحب او مكروه او مساله كبيره على حد الشرك بالله ليش لان الانسان ما يلحق ان يرد من الذي يشرع او ينسخ التشريع الله سبحانه وتعالى زين إذا فد واحد يعتبر نفسه أنه يتمكن من التشريع هذا الكلام اللي أمير المؤمنين يقوله هو كلام الله هو كلام الرسول زين إذا واحد يقول هذا الكلام أنا ما أقبل أقبل كلام غيره فقد أشرك ذلك الغير بالله سبحانه وتعالى يعني مثل ما يقول أن الله له حق التشريع يقول أن فلان له حق التشريع وهذا الشرك وكذلك إذا جعل لنفسه الحكم يرد حكم الله سبحانه وتعالى ويجعل لنفسه الحكم هذا الإنسان قد جعل نفسه شريكا لله والعياذ بالله على حد الشرك بالله، فإذا أمير المؤمنين هو تابع للرسول هو ليس بنبي هو إمام من بعد الرسول صلى الله عليه واله، هو وصي رسول الله. لكن الله سبحانه وتعالى جعل له فضائل كفضائل الرسول صلى الله عليه واله، والرسول أفضل، لكن كثير من هذه الفضائل يشترك فيها أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه واله، وهكذا سائر الأئمة من بعد أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهذا الحديث تتم وبقية نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين